هذه بعض النقاط التي سنعرج عليها معكم مشاهدينا في حلقتنا. أستاذ صفوان، اسمح لي أبدأ بكييف. تفضلوا. بضيفنا الأستاذ محمد العروقي. أستاذ محمد، ما هو حديث الساعة في كييف اليوم؟ مساء الخير. يعني حقيقة هناك مواضيع على الصعيد العسكري وهناك على الصعيد السياسي. على الصعيد السياسي نستطيع القول أن يعني زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى العاصمة كييف. على الصعيد العسكري المعارك يعني شديدة جدا في شرق أوكرانيا وخاصة في محور بخموت. هذه المعارك التي تكبدت يعني روسيا خسائر هي الأكثر حسب التقارير منذ بدء الحرب في تلك المنطقة يعني، وآخرها أيضا الأمور العسكرية الضربة الصاروخية التي كانت فجر هذا اليوم على جميع الأراضي الأوكرانية بحوالي 32 صاروخ على ما أذكر. يعني تمكنت القوات الجوية الأوكرانية من إسقاط نصفها تقريبا. تمام. ما هو العنوان الذي تراه مناسبا أستاذ صفوان لآخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا؟ الكل مصر على استمرار الاستنزاف المتبادل من قبل الطرفين، لدرجة أنه شفنا رئيس مجلس الأمن القومي ميدفيديف الروسي بيقول بزيارته لأحد المصانع أنه بناء على إنتاج هذه المصانع وسرعة إنتاجنا للأسلحة هو اللي بده يحدد مصير المعركة. وأيضا الصحف والدبلوماسيين الأوكرانيين عم بيقولوا لننهي المعركة، نحن بحاجة لمزيد من الأسلحة، والأسلحة اللي عم ناخدها عم نستخدمها بأحسن طريقة وبأفضل شكل، وبالتالي النصر على العدوان الروسي بيكون بأنكم تزودونا بمزيد من الأسلحة بعد ما شفتوا أنه نحن عم نستخدمها بشكل كويس. إذن نحن أمام استنزاف، وهذا الاستنزاف الطرفين مصرين عليه وعم يعتبروه انه مرحلة لابد منها قبل الانتقال للمرحلة القادمة. نرجو انه المرحلة القادمة تكون الدعوة لوقف اطلاق النار ولمصالحة يراعى فيها حقوق الاوكرانيين، وإلا فنحن امام مزيد من المعارك، مزيد من الخسائر، مزيد من تهشيم الاقتصاد العالمي.